نروح لفريق الناشئات، يعني سباحة 14 سنة، هم الحمد لله رب العالمين. نتكلم ان هم برضو في شغل بيتم وفي تدريبات وفي عمل. فريق السباحة بالنادي الاهلي تحت 14 سنة ناشئات توج ببطولة منطقة القاهرة، دي اقيمت في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي. يعني فريق الاهلي خليني اقول لحضراتكم قدم مستوى فعلا مميز، واستطاعت اللاعبات اللي هم تحت 14 سنة حسم اللقب بعد منافسة لا ما كانتش سهلة، كانت منافسة شرسة جدا. وادي دجلة وهليوبلس والشمس بتتكلم في ثلاث نوادي يا كريم برضو تقال قوي. فاز كمان فريق سباحة النادي الأهلي 14 سنة ناشئين، يعني احنا بنتكلم في ناشئين وناشئات بس هنا فازوا بالمركز الثاني، ده ما يديكش أي حاجة كده. واحنا محتاجين للنوع ده من الامارات يا ست الكل. احنا يعني الصوره واضحه وضوح الشمس مش محتاجه الرياضه النسائيه كمان طبعا. يعني ده اللي انا عايزه اركز عليه، تفوق ملحوظ في كل المجالات صحيح الحقيقه يعني. الحمد لله، يعني بجد الف مبروك مره ثانيه، اسعدونا جدا، ومزيد اكيد من التالق والبطولات احنا بننتظر من كل لاعبتنا في كل الرياضات المختلفه هذا يعني المستوى.